بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم شباب؟ إن شاء الله دائما تكونوا بألف خير إن شاء الله تعالى. اليوم تحميل تعريف اليو اس بي دي كي درايفر للكمبيوتر للتعامل مع الهواتف الذكية أو الهواتف الخلوية. الآن يعني العملية بسيطة جدا في عملية التحميل والتنصيب، ولا تحتاج منك إلى أي الخبرة. تنتقل إلى هذا الرابط من المدونة بهذا الشكل أسفل المدونة. إذا أحببت أن تقرأ بين السطور هناك أيضا العديد من التعريفات المهمة للهواتف الذكية في هذه المقالة. الآن تنتقل إلى التحميل، وهنا نسخة 68 أو 32 ويندوز، وهنا الويندوز 64. أنا سأحمل 64 لأن الويندوز لدي 64. طبعا أنا موفر لك نسختين، بحيث إذا كنت على ويندوز 32 تقوم بتحميل النسخة المطلوبة، و64 أيضا موجود نفس التعريف. مهم جدا هذا التعريف الاحتفاظ به يعني على جهاز الكمبيوتر باستمرار. وإن شاء الله تعالى سنستعرض طريقة أيضا إزالته من الحاسوب إذا احتجت إلى عملية الإزالة مع نهاية هذا الفيديو القصير بإذن الله تعالى. لأن ننتظر هذا العداد حتى يتم الانتهاء منه، ثم الضغط على الرابط جاهز بهذا الشكل سينتقل بك إلى الميديا فير، وهو برنامج حجمه صغير تقوم بالضغط على داونلود، وثم سيقوم بتحميل بإذن الله تعالى بشكل مباشر. الآن سأحمل البرنامج على سطح المكتب في سبيل يعني السرعة بهذا الشكل. هنا سطح المكتب، وهنا اليو اس بي، هو عبارة عن 50 ميجا فقط ولا يحتاج منك إلى الكثير من الجهد. هذا هو التعريف بهذا الشكل. تقوم بفك الضغط عنه هنا في هذا الموقع مثلا. هنا فتحنا البرنامج لأن هذه نسخة الـ 64. الآن open عادي أو install بهذا الشكل. إذا أردت مسحه طبعا هنا uninstall driver، ثم سنقول نضغط على حرف اليو حتى يدلنا على اليو اس بي دي كي. هذا هو runtime libraries، هذا هو التعريف المطلوب. الآن كليك يمين وهنا uninstall حتى تقوم بإزالته من الحاسوب. هذا طبعا التعريف مهم جدا، يجب يعني تنصيبه باستمرار وتثبيته على جهاز الكمبيوتر، الا اذا تعارض مع تعريف الاي بي يو اس بي. وساقوم في فيديوهات لاحقه ايضا ب يعني تثبيت احدث نسخه من تعريف الاي بي يو اس بي. وهذه هي سلسله طبعا متواصله في يعني الكمبيوتر او في القناه حتى نصل الى جميع تعريفات هواتف الام تي كي المطلوبه باحدث الاصدارات. هذه احدث اصدارات التعريفات لمعالج الميديا تك. اذا انتهينا من هذا البرنامج، طريقة التنصيب وطريقة الإزالة. هذا برنامج اسمه USBDK، وهو مستخدم الآن بكثرة بعد أن كان في الوقت الماضي لا يستخدم ولم يكن معروف لدى الفنيين. بارك الله بكم. هذا كل شيء في الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.